نشرت مصممة الديكور والمنتجات السينمائية الهندية الشهيرة غوري خان وهي زوجة النجم الهندي شاروخ خان صورة جديدة لابنتهما سهانة خان. وقد نشرت غوري الصورة على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، وتظهر سهانة خان في الصورة مرتدية زي هندي تقليدي باللون الأبيض من إحدث مجموعة الأزياء من تصميم المصمم الهندي الشهير مانيش مالهوترا. وأرفقت غوري مع الصورة تعليق كتبت فيه نقاء كذلك رمز تعبيري على شكل قلب، علما أن الصورة حصلت على الكثير من الإعجابات والتعليقات بعد فترة وجيزة من نشرها. وكان من بين أبرز المعلقين على الصورة بهافانا باندي التي كتبت معلقة على الصورة مذهل، في حين نشرت سيما خان العديد من الرموز التعبيرية على شكل قلب لتعليقها على الصورة. وكان من بين المعلقين على الصورة أيضا ماهيب كابور مانيش مالهوترا، يأتي ذلك بعد أن نشر مانيش مالهوترا صورتين جديدتين لسهانة خان وهي بصار أحمر أنيق من تصميمه على صفحته على انستغرام، حيث اكتفى بتعليق كتب فيه اسم سهانة إلى جانب عدد من الرموز التعبيرية على شكل نار. وكان من أبرز المعلقين على المشاركة غوري خان والتي كتبت تقول أحمر ناري أحب ذلك مانيش.